الفتيلة التي تجسد أولا الوفاء الجماعي ديالنا للفدرالية المغربية لنشر الصحف ولضرورة العمل الجماعي لتحقيق أهدافنا. أيضا هذه الثقة تجسد قيم فدراليتنا الأسرة المشتركة لنا جميعا وقيم الصداقة اللي ربيناها بيننا جميعا من مختلف الجهات في بلادنا. أشكركن وأشكركم على ثقتكم، ولكن هذه الثقة ديالكم لا تعني شخصي المتواضع وحده، والنجاح العمل والمهمة يقتضي تضافر الجميع ويقتضي أن تنجحوا أنتم الآن في اختيار تشكيلة وفريق منسجم ومستعد للعمل. سعدت جدا بثقة زميلاتي وزملائي في الفيدرالية المغربية لنشر الصحف بانتخابي لتدبير المرحلة المقبلة من الفيدرالية المغربية لنشر الصحف. الأمر يتعلق كما كان دائما في الفيدرالية المغربية لنشر الصحف بعمل جماعي تقوده كل مكونات الفيدرالية، ولهذا أنا أعول على زميلاتي وزملائي في المجلس الفيدرالي المقبل والمكتب التنفيذي الجديد لنواصل العمل الذي أسسناه تحت قيادة زميلنا العزيز أستاذ نور الدين المفتاح. نأمل أن ننجح جميعا بفضلكم وبفضلكم جميعا أيضا في الجسم المهني الوطني. أتمنى أن نستطيع كلنا أن ننجح فيما تبقى لنا من مهن في هذا المؤتمر، لأن نحن ندير كامل في البلد ديالنا جميعا بأن في نهاية الأمر الدرس الأساسي والرسالة القوية اللي واجب الخروج بها اليوم من هذا المؤتمر هو أننا كلنا موحدون ومتفقون ومنسجمون من أجل أفكارنا ومواقفنا ومن أجل استمرار وتقدم الوحدة الفيدرالية.